لا تنام على معصية. يعني مثلا أنت الآن جالس، نسأل الله العافية السلامة، تتفرج شيء، تسمع شيء، لا تقفل بعدها اللمبة وتقول خلاص بنام، لا لا تخلي آخر شيء في يومك معصية، لا قم توضأ، صلي ركعتين، صلي ركعة، استغفر، اقرأ قرآن، اسمع لك مقطع قرآن، بعدها نام، خلي آخر شيء قبل النوم حسنة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شيخ يا شيخ، أنا جالس معك ما صليت العشاء. ويعفو عن السيئات. جالس معك على جنابة. ويعفو عن السيئات. نكس الحشيش في جيبي. ويعفو عن السيئات. زنا. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.